يقول هل يشترط في الطواف التطوع أن يكون 7 أشواط؟ نعم، ما يصح الطواف سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان فريضة أو نافلة، ما يصح الطواف إلا 7 أشواط، فإن نقص لم يصح. مثل الصلاة، لو نقصت ركعة ما صحت، الطواف جعله الله 7 أشواط، لو نقص ما صح. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالطواف لا بد أن يكون 7 أشواط، سواء كان طوافا واجبا أو طوافا نافلة مستحب. نعم.